احلى واغلى ناس على اليوتيوب موجودين. مرحبا بكم من جديد في واحد الصباح موح زوين بزاف طوب، واحد الريحه ما شاء الله، واحد الاصوات، واخا صوت الكلب ديال الوالده راه مصدعنا حشاكم. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صباحكم مبروك. لك شكون تفرجوا في هذا الفيديو في العشيه فمساء النور. اجي حدايا الحبيبه جاج، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. عمر مزيان؟ مزيانين اولدي، راه الصبح هذا راه مزيان، راه الجو مزيان، راه بخير وعلى خير. ايوا نتمنى الواشو، انت واشوتين، غادي ندير لكم واحد الفيديو زوين زوين بزاف بزاف في الجنان. في الجنان غادي نمشي انا ونوردن ديالي نشتغلوا تما ان شاء الله. ايوا غادي تشوفوا معنا، مرحبا معنا، ايوا اشتركوا معنا وديروا لايك. والله الا الوالده صافي تعلمات ناري، كي قالت لي الوالده بالتالي اذا كنتم اول مره تدخلون كالعاده على هذه القناه فمعكم نور الدين، وهذه الوالده خالتي ماما ياك الوالده. المهم على كل حال لايك للفيديو كتشجعونا بها، وكذلك اشتراك في القناه اذا كنتم اول مره تدخلون على القناه. تجربه جديده سنخوضها ان شاء الله رفقتي ما في الجنانات ديالها، لهذا غادي نهبطوا مجموعين وغادي نشوفوا دابا اش غنديروا. اش غتهزي معاك الوالده دابا؟ غادي نهز معايا الثومه. ثومه؟ اذا غادي الثومه والبصله، البصله راه ديتها هي بعدا للجنان ورجعت. ايوا نهز الثومه ان شاء الله. اذا غادي نديو الثومه، ها هي الثومه في القفه، ناخذوا معنا الثومه وغادي نهبطوا للجنان ديال الوالده. فهاد الجو زوين، عرفتي واحد الهواء واحد الرائحه زوينه بزاف. الناس اللي مجربين كيسافروا بزاف غادي يعرفوا بلي انه كيكون جو زوين وكتكون رائحه طيبه وداك الشيء واعر. غادي نشارك معكم تجربه جديده اللي ما التجارب ما كيتسالوش مع خالتي ماما، اللي غادي نعيشوا معها حاجه وحده اخرى جديده. انا براسي كنكتشف هذا الشيء معكم. اذا انطلقوا نهبطوا لتحت ياك الوالده باش نعيشوا التجربه. غادي نمشي ولدي. اي احنا مازالين نازلين. داك الشيء الوالده. ايوا شوف ها هي الدار ديالي. ايوا ايوا الا بغيتو نوريها لكم القريه ديالي غادي قولوها في التعاليق ان شاء الله. اذا حبيتوا اننا نشارككم جميع منازل هذه القريه ونشارككم منزل ديالنا فمرحبا، نعملوا فيديو خاص فكتبوا لنا في التعاليق رايكم في هذه المساله. يلا نتحقوا الجنان يلا. ايوا اجي يا ولدي، اجي اجي ولدي، نمشي نهبط للجنان. الواش وصلنا للجنان لتحت، راه غادي نمشيو نشوفو دابا الواليد اش كيدير. غادي ندخلو عليه في مره. الناس اللي تتقول لي علاش ما كدوزلناش الواليد، او ديالي كيستحي شويه نوعا ما، لهذا غنشوفو شنو مخليه هنايا في الارض. خلينا لي بوط ديالو وندخلو عليه على فجاه وعلى غفله ان شاء الله. هاي اذا الواشو كيف ما قلت لكم الواليد راه هنايا خدام. الواليد مرحبا، الناس كيسولوا عليك الواليد. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يحفظهم اولدي، الله يكثر خيرهم. ما بقى كيسولوا فينا راه مزيان. واه الواليد شنو راك تخدم بعدا؟ راني كندير النقله ديال البصله، كندير ليها هكا. هذه دابا كتعطيك بصله وحده، كتعطيك بصله وحده كبيره. اييه انا جيت لهنايا للجنان ديالنا. ايوا جينا غادي نديروا البصله، غادي نتعاونوا انا وراجلي. يلا تبعوا معنا ان شاء الله. اذا فكره هذا الفيديو هي ناخذ تجربه رفقة امي وابي حول طريقه وضع الغرس، لاننا احنا في وقت غرس البصل والثوم. علاش الثوم بالضبط انا اختاريت نعمل لهذا الفيديو؟ لان الثوم من بين اهم الخضر في المطبخ العالمي وليس المغربي فقط. الا ما كانتش عندك الثومه في المطبخ راه ما عندك والو. الثومه والبصل بخصوصا الثوم عندها منافع صحيه كثيره كثيره، لهذا علاش اللي ما نعرفوش كيفاش كتخدم وكيفاش غادي تكبر وكيفاش غتزرعها الوالده الى جميع المراحل، كيفاش غادي تسقيها الى غير ذلك، حتى نجبدوها ان شاء الله من التربه وتشوفوها معنا كي غادي تطلع. هذه هي تجربه هذا الفيديو، لهذا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك. ويلا نشوفوا الوالده اش كدير. انا كنخدمها، كنخدم البصله. لا ما كاينش البصله ما غاديش دير الماكله، غاديش دير التواز وما غاديش دير الطعام. ايوا حتى الثومه. ايوا كنشتغلوا من الجنان ديالنا. ها شنو غادي ندير؟ ها يا الله، ايوا تبعوا معايا الطريقه ديالك انت الوالده. في شي شكل على الوالي؟ اييه هو كيدير كل وحده بوحده ويغرسها، انت كديري خط بحال هكاك عاد تردي عليه يمكن. ها انا شنو كندير؟ ها شوف، تعاون تعاون الوالده ديالك. شوف دوك البصلات اللي غيخرجوا عيانين هنا كاع، عارف هما اللي غنزرع انايا. لا لا غادي يكون مزيان، غير
غير شغل يعني وجد غادي نوريك البلاصه فين درتي البصله ديالي ان شاء الله. اذا شحال دابا من شهر الوالده باش نبداو نحيدو من هذا؟ غن خمس شهور غنحيد هذا حتى الخمس شهور. اذا بعد خمس اشهر عاد يمكن لها توجد بشكل مكتمل. اما من دابا شهر شهرين يمكن لك تحيدي غير باش ديري المرقه وداك الشيء. ايوا انا كنعاونك يا راجل. الله يرضي عليك. ايوا ها شوفها شوف. الله يحفظك. اذا امي تقول انه لمن له رغبه فانه يستافد من هذا البصر. ما دايرينوش غير الرسوم، يعني اي واحد من القبيله بغى يجي حايد الدنيا هانيه، ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل. على فكره الناس اللي عجبهم الوالد يبقى يدوز معنا في لي فيديو، شنو بان لكم؟ قولوا لي. حتى الوالد كيقولوا لي ما كنتهلاش فيك وجبت الوالده جلابه وما جبت لكش نتايا. لا ولدي شوف وليداتي راه نور الدين راه كيتهلا فيا بزاف، عرفوا راه كيتهلا فيا بزاف. انا غير ما كنبانش في الكاميرا باش تعرفوا المساله. الناس اللي كانوا قالوا لي علاش وانت جبتي غير الوالده الوالد لا وهذه. المهم الا عجبكم مرور ديال الوالد يبقى يدوز معنا في لي فيديو انا والوالده، علاش لا مره رغم انه يستحي نوعا ما من الكاميرا. وانتم العائله ديالي وليتوا كتعرفوها، نور الدين الاب ديالو الام ديالو، عايشين حياه بسيطه متواضعه نشاركها معكم عبر اليوتيوب. هذا الشيء اللي كاين هذه الساعه. يلا فرجه ممتعه. شوفوا معايا هاد الثومه ديال العام اللي فات عرسنايا تمايا بعدا. ها دابا خليتها الزريعه، ها هي الزريعه عندي، راه الثومه ديالي ها شوفوا من الجنان ديالي، ودابا غادي نغرسو تمايا. اذا وصلنا لمرحله غرس الثوم. هذا الثوم خاص بامي من السنه الفارطه كما تشاهدون معنا. اذا غادي نحاولوا نقطعوه بحال هكا، غادي نتعاونوا عليها انا والوالده نقطعوه باش كل بلاصه نغرسوا فيها واحد الربع بحال هكا ياك الوالد. يعني من بعد غادي نحاولوا نسقيوه بالماء، وفي انتظار انه يكبر هذا الشيء اللي عند الوالده ونبقاو نجيو نصوروا فيه ونوريوه ليكم وتشوفوه معنا. هذا الشيء باش اختارينا نعيشوا هذه التجربه مع الوالده ونشوفوا مجموعين كيفاش كيتم غرس الثوم والبصل، وحتى فاش يكبر ان شاء الله ويصير جاهز للاكل. يعني غتكونوا شفتوه معنا حاله بمرحله. انا الدين ديالي صافي شكنتا غير بعد بهاد الثومه راه كتعطي الريحه. عرفتوا شاكوش ديال الخضره؟ تبارك الله داك الشاكوش ديال الخضره اللي كتشريو هو راه عندها، هي عندها هنا غير فهاد البلاصه. غنمشي نصور لكم ونوريكم كل حاجه شنو دايره فيها. من اول شيء كيف ما كتشاهدوا معنا هنايا دايره الوالده اللفت، هنايا عامله الجلبانه، وهنايا غادي دير الثومه فهاد البلاصه اللي خاويه كتشوفوا دابا. ايه عندها البصل ياك البصله الوالده؟ البصله، والهي عندها جلبانه، وجهه ثانيه فيها عندها الفول. يعني ما شاء الله كاع الاشياء اللي غتحتاجها باش في المطبخ كتحاول تعملها هنايا بشكل طبيعي. انا واش انا ايوا دابا غادي نبدا، ايوا دابا غادي نبدا نزرع. شوفوا مع خالتي توما ما راه انا كنغرس الثومه، قلتها لكم يا نقفل. ايوا راه انا غادي نديروها، شوفوها غير وحده اللي كنديرها هنايا. شحال كتعطيك وحده فاش كيكبر الوالده؟ كتعطينا ولدي 10. 10 تبارك الله، هذه بوحده لا كتعطي 10. ايه الثومه شي حاجه راه كيستعملوا الناس، كيستعملوا العيالات. اللي ما عندوش الثومه في الكوزينه راه ما عندها والو الوالده. انا كنديروا الثومه وكنعطي لي نعطي لشي واحد إلا بغاها كنعطي مع الوالده مع الراديو. نقصوا شويه الراديو هنا
شنو جبتي لينا انا نقصيو الليمون؟ غادي نقصيو الليمون. اييه غادي نبرد شويه بالليمون. تي دار الوالدي يرد الساقيه الماء باش نسقيو هذا الشيء اللي زرعنا دابا كيف ما غادي تشوفوا معايا. المهم درنا هذه الجلسه هذه انا والوالده، غناكلوا شويه ديال الليمون ها هو هنايا، نبردوا كي قالت الوالده شي شويه على قلبنا. على فكره بغيت نناقش معكم موضوع تغيير اسم القناه كما شاهدتم في العنوان. القناه في البدايه يعني كانت فقط اظهر فيها انا، وكنت فقط اقوم بتصوير رحلاتي الى الجبال، مغامرات، اكتشاف اغلب المناطق، وفيها ايضا برنامج باسم تعرف عليهم الى غير ذلك. لكن الحمد لله اضفنا طريقه جديده في التصوير، وهي لما اصبحت امي يعني تظهر معي في الفيديوهات، ويعني ولاو عندنا ناس كيشاهدونا. الحمد لله تقبلوا هذه البساطه ديالنا والتواضع ديالنا اللي كنصوروا به الفيديو. اصبح من اللازم انه يتم اضافه اسم امي الى القناه حتى يعني يصبح الناس الذين يعني معجبون بامي فقط او يتابعون امي فقط لديهم يعني اسم يبحثون به عن القناه، وحتى القناه تولي معروفه باسم امي. لماذا ان شاء الله؟ وهذا شيء يعني افتخر به انا، وهذا شيء يسعدني. لهذا قمت بتنزيل استفسار على الانستغرام، ادخلوا عندنا على الانستغرام والناس حاولوا يتفاعلوا معايا ويجاوبوا على شنو هو اسم القناه الذي سنضيفه ان شاء الله. نزلت صلاتي في اليوتيوب وسالت الناس يختاروا معايا اي اسم افضل يمكن نحطوه في القناه، وبطبيعه الحال باحتفاظا على الاسم ديالي وديال امي في نفس الوقت. شنو هو السميه الوالده اللي تبغي انت تكون على القناه؟ يلا تكون جديده. خالتي ماما. بغيتي خالتي ماما تجد تما؟ خالتي ماما. اذا امي تقول انها نعمل خالتي ماما. وكاين صراحه اسماء كثيره، كاين الناس اللي كيقولوا لي دير الواشوتي واشوتين، بحكم اننا يعني هذه الجمله معروفه عندكم ديال الواشوتي واشوتين. كاين اللي كيقول لي دير نور الدين ديالي، نكتب في اسم القناه نور الدين ديالي. كاين اللي كيقول لي دير حمامه اليوتيوب على امي. هذه حاولت نحط هذه الاسماء، وبعد ذلك ستقومون انتم باختيار الاسم الافضل. انعام. شيها. اشكو عيط لك الوالده؟ عشتت لي واحد المراه جارتي. بقى شيء واحد فقط حقيقة كنتمنى من صميم القلب تدعمونا انا ويما فيه، اللي هو عدد اشتراكات القناة. ستظهر ان شاء الله قريبا، لاننا نحاول ما امكن نوصل لواحد العدد معين، ما بقى لناش بزاف الحقيقه، باقي لنا عدد قليل باش نوصل ان شاء الله لهذا العدد، باش نحتفلوا انا ويما ونفرحوا كاملين مجموعين، وندير لها مفاجاه على هذا الشيء. لهذا كنتمنى تبارطاجيو القناه، تصيفطوها للعائله ديالكم، اصدقاء ديالكم، باش يشتركوا معنا ويتفرجوا بشي حاجه نقيه وزوينه. هذا الشيء اللي كاين، واي اقتراحات ديالكم في التعليق فنحن ناخذها بعين الاعتبار. ناكلوا شي شويه انا والوالده، وباش نمشيو نردوا المنسقيو ونرجع بحالنا للدار ان شاء الله. يا ولدي ان شاء الله، الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك، يحفظ هاد، يحفظ الواشون اللي كيشجعونا في القناه، يحفظ تواشوتين. راه كنشكركم عزازين عليا بزاف الدراري والبنات، نبغيكم بزاف ديال الحب. بزاف ديال الحب. راه دخلتوا لي على قلبي. عييت الوالده، عييت الوالده، والله حتى عييت. راه الوالد ديالك راه جا الوالد، راه جا، راه الظلمه رد الماء يسقي هذا الشيء. هاد الليمون راه زوينه حبيبي، زوين. شاد كول ضرب الليمون الوالد، طحان الليمون مع راسه. اذا اصدقاء الوالد هو رد الساقيه، رد الماء. ها هو الماء ردو الوالد باش نسقيو هذا البصل اللي والثومه اللي درنا عاد دابا. ها هو كيسقي بعدا دابا الجلبانه ديالو. راه باش نسقى هاد الجلبانه وهاديك البصله. زرعناها دابا خصنا نسقيوها دابا. ولا بد باش تشد في الارض. فهمتيني؟ راه بخير هادي. هاد القمون هذا اللي درنا فيه البصانه والوالده غادي نسدو، غادي نحاول نطلقو عاوتاني لهذا حتى يعمل. دابا سقينا الجنان ديالنا، سقينا البصل وسقينا الثومه،
ايوا دابا غنطلعو، دابا غادي نمشي للدار، غادي ندير الغدا اون اوردين ديالي وراجلي. يلاه نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. اذا هكذا سيكون اخر هذا الفيديو، نتمنى انكم تكونوا خديتوا معنا واحد التجربه اللي حتى انا خديتها رفقة الوالده ديالي والاب ديالي. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. طبعا لا تبخلوا علينا بزر لايك لتشجيعنا لهذا الفيديو، الاشتراك في الاسفل في القناه. نشوفكم في الفيديو ان شاء الله ديال غدا مع تجربه جديده، وقريبا قريبا ان شاء الله، فقط محتاجين دعمكم كما العاده. اي تعليق خليوه لينا في الاسفل، نحن نقرا جميع التعاليق بدون استثناء وبحضور امي بجنبي. تهلاو ليا فراسكم، نلتقي في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. سلام.